قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، نعتذر عن التأخير بسبب انقطاع الكهرباء، والحمد لله أنها قد عادت، نسأل الله أن يجعلها عودة خير. أقول مستعينا بالله، لقد قال تعالى: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فهذه الآية وغيرها تحملنا على حمد الله وشكره، فإن الحمد مؤذن بزيادة النعم، وكذا فإنه مؤذن بدفع النقم. قال تعالى: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وأمنتم. وكذلك تلزمنا الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم امتثالا لأمر الله: يا أيها الذين أمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، ورغبة في الأجر والثواب. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى علي واحدة صلى الله بها عليه عشرة. أشكر الله ثم أشكر إخواني والذين بذلوا معي جهدا في إخراج المجلس لإخوانهم. استعينوا بالله للإجابة على هذه الأسئلة، وما توفيقي إلا بالله. هذا إلى أن ترد الأسئلة، أفترض هذه الأسئلة إلى أن ترد الأسئلة. أقول وبالله التوفيق: ماذا يفعل من فاتته تكبيرة من تكبيرات الجنازة؟ أقول: يقضيها إذا انتهى الإمام من صلاته، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. وهذا رأي جمهور العلماء. أرجو تكبير الخط شيئا ما. قل: أن أعمل في معرض للبيع بالتقسيط من 5 سنين، ولكن حدثت بعض المستجدات فأصبحت شركة لها كثير من الفروع، وأدخلوا نظام الغرامة على التأخير من باب العقاب على العميل بسبب الاستهتار وعدم السداد، وهذا أدى إلى خسائر للشركة، وأعلم أن الزيادة في المال إلى آخره. يسأل عن غرامات التأخير: هناك فارق بين المدين المعسر وبين المدين المماطل. فالمدين المعسر يقول تعالى: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. والمدين المماطل يمكن أن تفرض عليه عقوبات تعزيرية، والله أعلم، لكن في الأمر تفصيل ولا بد. يقول: ما شرك المحبة؟ لا أعلم إلا قول الله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. الشيخ محمود رجائي يسأل سؤالا، لكن ذهب سؤاله. فالحب هذا يتمثل في أن الشخص يحب الشخص كمحبته لله، ويطيعه أيضا كما يطيع الله. يقول الأخ السائل: كيف أحفظ القرآن بدون نسيان؟ اسأل الله أن يثبت القرآن في قلبك، وبعد ذلك صلي بما تحفظه في الليل لما ورد في الأثر: وإذا قام صاحب القرآن فقرأه بالليل والنهار ذكره، وإن لم يقم به نسيه. حكم الصدقة على الميت: لا بأس بالصدقة على الميت. ولا تلتفت إلى هذا المعتزلي الذي خرج على الناس يقول إن الميت لا يصل إليه شيء بعد وفاته، وكذب فيما قال، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
إذا مات العبد انقطع عمله إلا من ثلاثة: صدقة جارية، وعلم ينتفع به، وولد صالح يدعو له. وكذلك ورد أن الميت يستفيد بصلاة المصلين عليه وينتفع بصلاح أبويه. قال تعالى: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. وكما أسلفت فالحج جائز عن الميت، والعمرة كذلك، ومن مات وعليه صوم صام عنه وليه، ومن مات وعليه نذر أدى عنه أولياؤه. وهناك صور كثيرة لانتفاع الميت بعد موته. ما حكم من لم يدفع زكاة الفطر مرتكب كبيرة من الكبائر؟ أما إن كان سهى عنها أو نسيها فليدفعها إذا ذكرها. دفعت المبلغ المؤخر لزوجتي، ذهب السؤال. يقول: حماتي بتشتمني على طول، محدش قادر عليها، أعمل إيه؟ ربنا قادر عليها وعلى الجميع. عالج الأمور بحكمة، إذا كان لك حما كلم حماك واعتزلها. ما هل قراءة القرآن جماعة صحيحة؟ إذا كانت للتعليم فلا بأس. هل اختلاف العقوبة يقتضي اختلاف الحكم؟ لا يلزم، كأحاديث مسألة الإبليس. مسألة الإبليس مش فاهم حديث مسألة الإبليس. حكما وقع في الزنا تحت تأثير المخدر، إذا كان عقله قد ذهب لا يؤاخذ على ما فعله ذهب العقل، وإن تسبب لنفسه في أن يسكر في ذهاب العقل فيختلف الحكم حينئذ ويعاقب على ما صنع ابتداء. أقصد يعاقب على السكر. ما حكم الاحتفال بيوم الميلاد؟ لم يرد هذا عن النبي عليه الصلاة والسلام. ما الدليل على إفطار الحائض في رمضان؟ الدليل قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قول عائشة رضي الله عنها: كنا نؤمر بإعادة الصيام ولا نؤمر بإعادة الصلاة، تعني وهي حائض، وإجماع المسلمين يحفظك الله. ما مقصود النبي في الحديث: فاصفر بذات الدين تربت يداك؟ أصفر بذات الدين من أصحاب هذه الفئات، يعني المرأة تكون ذات مال وذات دين، ذات جمال وذات دين، ذات نسب وذات دين، فأحرص على أن يكون الدين متواجدا. أحمد بن عبد الستار: ما أكثر الأعمال التي تقربني من الله؟ امتثال كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. حكم الوصية الواجبة، الوصية الواجبة التي اخترعتها بعض الدول ليس لها دليل من كتاب ولا من سنة. الساكن قرب مكة هل يجوز له العمرة كل أسبوع؟ لا بأس ولا مانع. حبك الله يا فريد. قائمة المنقولات من المهر أم لا؟ قائمة المنقولات في العرف المصري من المهر، لكن إذا اتفق الزوجان على شيء آخر فليمضي ما اتفق عليه. في الآيات مثل: أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ نرد بلى في أي صلاة؟ في أي صلاة؟ نعم، في أي صلاة، في الفرد أو في النفل. وقد دخل عمر رضي الله عنه المسجد والإمام يصلي، عبد الله بن السائب، ويقرأ في الصلاة بسورة الذاريات، فبلغ قول الله تعالى: وفي السماء رزقكم وما توعدون، فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. فقال: أشهد أشهد، أي عمر قال بأعلى صوته. ما صحة هذا الحديث؟ إبليس الرسول يسأل
أو إبليس يجيب أو ذلك موضوع مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم. حكم الخلع في الإسلام: الخلع جائز. قول الله تعالى: فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتردين عليه حديقته؟ قالت: نعم. قال: فأمره ففارقها. لم أصلي الظهر ودخلت المسجد وقت صلاة الناس العصر، صلي معهم العصر ثم أقضي الظهر الذي فاتك. ما الدليل من القرآن والسنة على تحريم الأغاني؟ قلنا: الأغاني فيها تفصيل. الأغاني المصحوبة بالمعازف، المعازف محرمة، والأغاني التي ليست مصحوبة بالمعازف فينظر إلى ألفاظها وإلى مناسباتها. أما هؤلاء المغنيون المغنثون الذين يخرجون ويتشببون بالنساء ويفتنون بنات الناس ويفتنون الرجال، فما أقرب إلى التخنث منهم إلى الرجولة والاستقامة. هؤلاء مفسدون في الأرض. قال الله عز وجل: لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا. قال: ولهم رزقهم فيها بكرة وعشية. هل يوجد في الجنة ليل ونهار؟ الذي ورد ما ذكرت من الآية: لهم رزقهم فيها بكرة وعشيا، لا أعلم غير ذلك. وجزى الله ممازن خيرا. عمر، ما صحة حديث إن رجل قد لا يتبقى من عمره إلا 3 أيام فيصل رحمه فيجعلهم الله 30 عاما؟ لا أصل له. ما تقول في عدم تطبيق شرع الله في السرقة والقتل؟ الحيود عن شرع الله ضلال بلا شك. قد قال تعالى في كتابه الكريم ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. قاسم إلياس يسأل: هل يجوز أن نقبل القرآن الكريم؟ لا بأس بذلك، وقد ورد أن أكرم تقبله. يقول: إنه طالب بألمانيا وصلاة الجمعة تصادف دائما المحاضرة، هل يعد هذا عذرا للتخلف عن صلاة الجمعة؟ ليتك تحافظ على الجمعة أكثر من محافظتك على المحاضرة. والجمعة أولى، والله قال: إذا نودي الصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. نور عماد: ما حكم الدين في الثأر، أو ما الحكم في الثأر؟ قال تعالى: ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. ولكن المعهود أن ولاة الأمور هم الذين يقيمون الحدود خشية الفوضى. محمد عاشور يسأل: هل يجوز كتابة الميراث للبنات حتى لا يرث أعمامهم؟ لا يجوز يا محمد، فجعل الله سبحانه للبنات 2/3 وجعل لأمهم 1/3 والباقي شيء قليل، وهو 5/24، لأن البنات 16/24، الأم 3/24، يبقى 5/24، فهذه قسمة الله. قال إبليس لله عز وجل: أنظرني إلى يوم يبعثون. قال: إنك من المنظرين. إذن كيف علم إبليس أن هناك يوم البعث يوم الحساب؟ إبليس ليس بجاهل بالأوامر، يعرف أوامر الله، بل كما قال بعض العلماء إن إبليس أفقه من القدرية الذين يقولون لا قدر. وإبليس يقر بأن الله الذي أغوى، قال: فبما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين. وهذا يجرون إلى شيء، وهو مسألة العارف بالله. فنرى كثيرا من المتصوفة يكتبون على قبر العارف بالله فلان. ليس كل عارف بالله يكون صالحا. إبليس عارف بالله، يعرف أن الله عز وجل هو يحيي ويميت ويبعث، وأقسم بعزة الله، قال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين.
فليس كل عارف بالله يكون مستقيما. يقول انه عايش في اوروبا وفي كلاب في الباصات والقطارات من الحكم في النجاسة. الذي يصيبك من لعابها اغسله. ما معنى حديث رجاء امتي 100 سنة؟ لا اعلم عنه شيئا. انا من المغرب مقبل على الزواج، بارك الله فيك. ما حكم المساج؟ المساج جائز بضابط الشرعية. واحد ميت عليه دين لرجل لم أعرف كم المبلغ، وصاحب الدين كأنه مريض مرض نفسي، ومرة يقول لي 10,000 ومرة يقول 60,000، ماذا أفعل ولا يوجد ورق؟ الأصل عدم الدين، لأن النبي قال لو أعطي الناس بدعواهم لذهب قوم بدماء قوم وأموالهم، ولكن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه. يقول أريد ردا قاطعا عن البنوك. يا مبروك، مئات المرات نجيب أن العوائد التي يسمونها الفوائد البنكية حرام وربا. ما عورة الرجل أمام النساء الأجنبيات من السرة إلى الركبة إلا إذا كانت هناك فتنة، فكل ما يدعو للفتنة يبعد. هل عاش سيدنا سليمان في فلسطين أم في اليمن؟ معلوم أن سليمان كان في الشام عليه الصلاة والسلام. ما الصراط المستقيم؟ الصراط الطريق المستقيم الذي لا وجاج فيه، وهو صراط المنعم عليهم الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. إذا ولي نصراني أو يهودي الحكم في مصر، هل لو سمع والطاع ما لم يأمر بمعصية؟ إسلام يحيى اتق الله يا إسلام ابن يحيى، وادع الله بصرف الشر يا إسلام ابن يحيى. حكم قص جزء من شعر الحاجب وتقصير بدون نتف للحاجة يجوز. حكم زيارة القبور للنساء، لا بأس إذا أمنت الفتنة والبدعة. هل تزوج سيدنا سليمان الملك بلقيس؟ الله أعلم. ما عورة المرأة لأخ من الرضاعة ما لم يحدث فتنة؟ كيفية النزول للسجود في الصلاة على الركب؟ الأحاديث التي وردت في البروك بالركب أو باليدين أو النزول باليدين كلها ضعيفة، فأخذ الجمهور برأي عمر أنه كان يقدم ركبتيه على يديه. حكم بيع السجائر حرام يا مصطفى بن سعيد، لأنها مضرة ولا ضرر ولا ضرار ولا تعون على الإثم والعدوان. حسن النجار وحفظك الله يا حسن. سفيان الموحد، حديث الدعاء مخ العبادة لا يصح. ما الحل مع الحسد والعين؟ الحل مع الحسد والعين تلقي نفسك بالمعوذتين. طه. حكم قراءة القرآن بدون حجاب جائز والأولى التستر؟ الأولى. حكم صلاة المرأة في المسجد؟ لا بأس بها، وقال عليه الصلاة والسلام لا تمنع إماء الله مساجد الله، ولكن صلاتها في البيت أفضل لما ورد في الحديث. ما حكم كمال الأجسام؟ لعبة قبيحة يتعرى فيها لاعبوها وعوراتهم تظهر، ولا يكاد أحد منهم يستتر، إنما كله يتباهى بالعضلة. يا أخي انفق في طاعة، لا نقول حرام، لكن التعري أثناء لعبها التعري هو المذموم. وما وجدنا أحدا منهم وقورا. حد علمي. ما حكم القفازات للنساء؟ القفازات سرة اليد وشيء محمود، بل هو واجب أمام الأجانب. ما حكم مدح آل البيت؟ تمدحهم بما فيهم من غير إطراء. ما حكم المماطلة في سداد الدين؟ قال عليه الصلاة والسلام مطل الغني ظلم. هل يجوز طلاق الخطيبة عن طريق مكالمة الهاتف؟ الخطيبة لا تطلق، هي ما تزوجت حتى تطلق. انتشر النصب بين الناس وتشغيل الفلوس، طيب والحل؟ اتعامل مع الأمناء. أحمد وسيف، القرض في التجارة حلال ولا حرام؟ القرض حلال. حلفت على زوجتي طلاق لا تفعل شيء ما ونسيت وفعلته، كفر كفارة يمين. أب يريد أن يعطي ابنته المطلقة وعندها بنت سنة ونصف ليس لديها نفقة البنت، هل يجوز إعطاء الزكاة للحفيدة؟ نعم يجوز.
حدود حلق اللحية يا شيخ، اللحية حلقها حرام، إنما يؤخذ ما زاد على القبضة كما فعل بعض الصحابة. هل السقط من أمي 6 أشهر عليها عقيقة؟ ليست عليها عقيقة. حلمت أني أذبح بنتي؟ تصدق، لكن المقام ليس تفسير أحلام. حكما أحرم للعمرة وبدأ بها ولم يستطع أن يكملها جسديا، إذا كان اشترط عند الميقات اللهم محلي حيث حبستني فلا بأس عليهم، إذا لم يكن اشترط فيذبح ذبيحة ثم يتحلل من عمرته. حكم الزوج الذي لا يصلي وله ابن، هل تفارقه؟ ليتها تفارقه إذا لم يقبل النصح. حديث رجاء أمتي 100 سنة، قلت لك يا طه لا أعلمه، احذفوه خلاص السؤال. حنان، كيف للإنسان أن يكون مخير وقد قدر الله له حدوث ذلك الأمر؟ أنت تناقضين نفسك، أنت إن شئت أكلت وإن شئت تركت، أليس كذلك؟ مع أن كل شيء مقدر. الخطيبة كتب كتابها ولكن لم يدخل بها بسبب الهجرة، والمطلوب يا محمد تريد تفارق؟ تفارق، ما في طلقها في الهاتف مكتوبة. أبوه متزوج مع أنه متوفى ولم يتزوج، أبي متزوج مع أنه متوفى ولم يتزوج غير أمي، يعني زي متزوج ومتوفى. ما حكم القاتل؟ القاتل قاتل، القاتل يعني ماذا تريد؟ يعني هل القاتل قاتل أثيم؟ قتل مسلما بغير حق، قال تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. ما حكم الرسم على الجسم لجوزي؟ اسمه زوج مش اسمه جوز. أخطاء المصريين تقول على الرجل جوزي، مش اسمه جوزي، زوجي. والذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها جوزها، لا زوجها. نعم، لا بأس أن ترسمي على الجسم ما لم يكن وشما. ما حكم التصوير؟ تصوير ذوات الأرواح لا يجوز إلا للضرورة والحاجة. عز الدين من كردستان، أحبك الله الذي أحببتنا له، ادعو لابنتي أن يرزقها إخوة لأنها وحيدة، الله يرزقها إخوة وأخوات يا سارة. حديث رسول الله فيما معناه أن حسن الخاتمة بعرق الجبين، لا ليس لفظه، إنما لفظه موت المؤمن بعرق الجبين. الكلام عن الموسيقى يا محمد بن حسن سبق مرارا، فممكن تراجعه. ما حكم رجل قصر أظافره محرم قد دخل بالنسك بسبب النسيان؟ إذا كان ناسيا لا شيء عليه. الزواج بدون علم الزوجة يجوز؟ أنت رجل غشاش، تتزوج بدون علم زوجتك أنت غشاش. كيف التخلص من الطاقة السلبية؟ ما معنى الطاقة السلبية يا محمد؟ كلمني بلغة العرب، لا تكلمني بلغة الفلاسفة. بارك الله فيك أورانك. هل يجوز الأنسات المسقة بالأمداح النبي؟ مش فاهم السؤال يا مستر. الزكاة قبل وقتها للإحتياج جائز؟ جائز أن تقدم الزكاة قبل وقتها، وقد روي أن النبي قبل من العباس زكاة حولين قدما. حكم العمل في محل يبيع السجائر؟ إذا كان يبيع السجائر فقط لا تعمل فيه، إذا كانت السجائر نسبتها ضعيفة كما يسمونها الآن بلغة العجم السوبر ماركات، فنسبة السجائر ضعيفة بالنسبة لسائر العمل، فحينئذ لا بأس بالعمل مع النصح. هل ترث المرأة من زوجها الذي لم يدخل بها؟ نعم، ترث المرأة المعقود عليها إذا مات زوجها في العقد عليها العدة ولها الميراث. حديث داو مرضاكم بالصدقة ضعيف. هل يجوز لزوجتي كشف وجهها للضيوف والأكل معهم على مائدة الطعام؟ يعني زوجتك تكشف وجهها للضيوف؟ لا يجوز.
ولدي منعني من الزواج، هل علي ذنب إن عصيته؟ لماذا يا محمد منعك من الزواج؟ هل منعك من زواج فتاة معينة وأجدك هائما بها وتضيع الصلاة من أجلها وتنام عن الفجر من أجلها، أم منعك عن الزواج مطلقا؟ إذا منعك عن الزواج مطلقا فليس له ذلك، أما إن منعك من الزواج بفاسقة فله ذلك ويسمع له ويطاع. ما حكم القرض من البنك من أجل التجارة؟ حرام يا كريم. أين يوجد قبر علي بن أبي طالب؟ الله أعلم يا سمير، ولماذا تشغل نفسك بهذا يا سمير؟ ألق نفسك بالمعوذتين. ما المعوذتين؟ قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس. عفوا، المعوذتين قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، وأدخل معهما قل هو الله أحد. غريب أنك لا تعرف المعوذتين، يحفظك الله. حكم التجارة في الكلاب؟ يمنعها جمهور العلماء لأن النبي نهى عن ثمن الكلب، إلا أن المالكية تجوزوا التجارة، وكذا الأحناف جوزوا التجارة في كلاب الحراسة والصيد والماشية. هل يجوز سماع المسقة؟ المسقة بمدح النبي، الموسيقى، الموسيقى لا يا مستر، أما إذا كان لك المسقة شيء آخر ما أعرفه. هل آثم من اكتفى بخلف الطفلين فقط؟ يا عبد الله بن محمود، استكثر من النسل يا ابن محمود، إن النبي قال تكاثروا فإني مباهن بكم الأمم. لا تسمع كلام الإعلاميين هؤلاء الفسقة، استكثر من النسل، استكثر من النسل، تكاثروا فإني مباهن بكم الأمم. إن الله امتن فقال وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. إن نوحا عليه السلام قال استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. هل يجوز تأليف القصص إذا كانت لمصلحة وقصص طيبة؟ لا بأس. أما هذا المتهور الذي يقول هاء هاء، هذا دليل على خفة عقلك. أقلب. الفوائد البنكية حرام. هل يرد المهر للزوج المخلوع؟ نعم، يرد المهر للزوج المخلوع إلا إذا سامح فيه أو في جزء منه. ما حكم فتح كوافير للنساء؟ اسم الكوافير الماشطة. إذا كانت الماشطة تعمل أعمالا حلالا فلا بأس، إذا كانت تعمل أعمالا محرمة فلا يجوز. متى يجوز للمرأة الزواج بدون ولي أمر؟ إذا كان أولياؤها يعضلونها لغير سبب شرعي، أو إذا انعدم أولياؤها. هل يجوز؟ هناك الكثيرون لا يصلون الفجر في المسجد بدعوى الفجر الكاذب المرجو التوضيح. صلي مع الناس، آخر الأذان ربع ساعة وصلي مع الناس. هل يجوز تصدق الابن على أمه وأبيه الميتين؟ نعم يجوز، خلافا للمعتزلي الأثيم الذي خرج على الناس بفتوى يمنع ذلك. قد قال النبي عليه الصلاة والسلام لسعد بن عبادة لما قال يا رسول الله إن أمي افتلتت نفسها وأراها إن تكلمت تصدقت، أتصدق عنها؟ قال نعم تصدق عنها. هل تصححون أثر عكرمة في تقبيل المصحف؟ إلى الآن عهدي به أنه صحيح. حتى لو لم يصح أثر عكرمة، النبي عليه الصلاة والسلام كان جالسا على وسادة فأتاه اليهود بالتوراة، فقام من على الوسادة ووضع التوراة عليها وهي أدنى من القرآن لما اعتراها. يقول أنا إنه لا يصلي، أسأل الله أن يهديك، ولكن أعرف جرمك، أعرف جرمك، لأن تارك الصلاة مجرم. كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين. ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين. لي أولاد يتماء، يجوز أطلب من عمهم؟ فهم.
تعري الجسد كاملا عند الوفاة، تعرق الجسد كاملا عند الوفاة من حسن الخاتمة، الله أعلم. ماذا يعني يوم عاشوراء للسنة؟ نسعد فيه لأن الله أنجى فرعون، عفوا أنجى موسى وأهلك فرعون، وكذا قال الرسول نحن أولى بموسى منهم. ولكن الأخ السائل إذا كان يقصد ما حصل للحسين رضي الله عنه، فأقول وبكل وضوح حتى لا يزور مزور ولا يكذب كذاب ولا يفتري مفتري على أهل السنة، أقول إننا نوقر آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن كل قلوبنا وبألسنتنا نوقر آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، مصدقين قول الله تعالى وممتثلين له، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، وسامعين ومطيعين لرسولنا محمد صلى الله عليه وسلم إذ قال أذكركم الله في أهل بيتي، ومقرين بأن الحسن والحسين رضي الله عنهما سيدا شباب أهل الجنة، ومقرين بأن علي رضي الله عنه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله وفتح الله على يديه وأنه مبشر بالجنة، مقرين لفاطمة عليه السلام بأنها سيدة من سيدات نساء أهل الجنة، ومقرين بأن من قتل الحسين أثيم مجرم. نقر بكل هذا وبأكثر من هذا مما وردت به الأدلة، ولكننا لا نعبد أحدا إلا الله، لا نعبد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نعبد عليا، ولا نعبد حسنا، ولا نعبد حسينا، إنما إلهنا هو الله الذي وسع كل شيء علما. فلا نقول مدد يا علي، ولا مدد يا حسين، ولا يا حسينا، ولا يا فاطمة، إنما الذي يكشف الضر ويجيب المضطر هو الله. فتوبوا إلى الله معشر الشيعة من عبادتكم لعلي، كما يتوب النصارى أيضا عليهم أن يتوبوا من عبادتهم للمسيح عيسى عليه السلام. هل يجوز إعطاء الزكاة لأبي؟ لا يجوز، حكم طبيب يريد التخصص بالتجميل، لا بأس ويتقي الله في عمله. للمرة الثالثة اكتشف أن زوجته تدخن، بحكم أنها تقلده ماذا يفعل؟ يعني هو مدخن والزوجة مدخنة. قال تعالى الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون. ولا تنهى عن خلق وتأتي مثله عار عليك إذا فعلت عظيم. ابدأ بنفسك فانهاها عن غيها، فإذا انتهت عنه فأنت حكيم. صمت رمضان ودفع أبي زكاة الفطر في بلد أخرى، لا بأس. حكم الابتهالات قبل أذان الفجر، أمر هذا السؤال. هل يتلبس الجن بالإنسان؟ قال تعالى في كتابه الكريم الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أخرج يا عدو الله من عبد الله، شرب الخمر ينقض الوضوء، إذا سكرت وذاب عقلك تعيد الوضوء لأنك لا تدري أخرجت ريحا أم لا. هل يوجد فتوى في أن المرأة مسموح لها بمعارضة زوجها وتعلم شريعة على بعد سفر ساعة ونصف سفر؟ يا أخي الكريم، لابد يا توفيق من إجمالي السؤال، هل اشترطت عليه ذلك عند الزواج أو لم تشترط؟ لابد أن يسأل سؤال موضح. ما تفسير الآية الكريمة رأيتم الماء الذي تشربون أنتم أنزلتموه من المزن أي من السحاب أم نحن المنزلون؟ المزن السحاب، نحن المنزلون على ظاهرها. لمعنى قوله تعالى ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا، يعني مجتمعين أو متفرقين. أليست رخصة في الأكل يعني مع النساء؟ جميعا يا رجال أو جميعا يا نساء، لكن ليس معنى تريد أن
البنات والرجال والنساء كل يأكل مع بعض والعملية فوضى يعني بهذه الطريقة تريد تبغيها عوجا. إذا نرسل أختك تأكل مع الشباب بهذه الطريقة ما أدري هل الحياء موجود أو قد ذهب. هل يجوز التهرب من الجمارك؟ هذه المسألة خاضعة لمسألة أخرى في الشريعة وهي هل يجوز للإمام المسلم أن يأخذ أكثر من أموال الزكاة من الناس أم لا، وهي بصدد البحث إن شاء الله تعالى بصدد البحث. والذي يحضرني في الجواب الآن قول رسول الله لما سئل عن الزكاة هل علي غيره قال لا إلا أن تطوع، لكن ما زالت المسألة بقيد البحث في الجزئية التي ذكرتها. إمام نسي التشهد الأول فذكروه فرجع بعد الاعتدال. الصلاة تقرأ عفوا الرجوع لا يجوز له أن يرجع، لكن إن رجع الصلاة لا تبطل. هل يجوز تأخير الحلق في العمرة حتى الوصول إلى جدة؟ يجوز، لم تكن تصلي عليك إعادة الصلاة. إمام نسي ماذا نقرأ في من قال في المؤمن ما ليس فيه حبس في رضغة الخباء؟ لا يصح. يقول أن انقطع أخوي وامراته لأنه عاصي ربه وعاقل أمه، سهام تفعل ذلك. إذا لم يجد النصح سلكت السبيل سبيل الهجران لعله ينصلح ولك وجه. ما حكم تناول ثمار الأرض التي تسقى بمياه الصرف في المعالجة؟ لا بأس. ما الأسئلة يا علي الحسن؟ ناصر، هل الأموات يشعرون بالإحياء عند زيارتهم في القبور؟ تلك مسألة طال فيها النزاع، والأقوى في هذا الباب وما أنت بمسمع من في القبور. تعمل عمرة لأبيها المتوفى لا أجر العمرة كاملا؟ الله أعلم بقدر الأجر. الدعاء بين الخطبتين من الأمور المباحة بل قد تصل إلى الاستحباب. صحة حديث قراءة سورة الكهف والملك في كليهما ضعف. هل يجوز التبني؟ لا يجوز التبني. دعاء اللهم رد الضالة بعد صلاة ركعتين لا يثبت، لكن كفعل قد يتقل يفعل. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. حديث علي يا علي لا تنم إلا أن تفعل أربع لا يصح. هل يشترط استقبال القبلة في الأذان؟ هذا الأفضل. بهذا القدر أجتزي سئلني الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا وإياكم بحفظه وأن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته. هذا وأهيب بإخواني أن يجتهدوا لنصرة دينهم امتثالا لأمر الله يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله ورغبة في الأجر والثواب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. كما أوصي نفسي وإخواني بالحرص على النافع، دعوا ما لا فائدة فيه. إن وصية رسول الله احرص على ما ينفعك، دعوا متابعة المباريات ودعوا اللهو ودعوا الفوضى التي تعيشونها واحرصوا على النفع. فإن الله قال ليحيى عليه السلام ولنا فيه أسوة يا يحيى خذ الكتاب بقوة، وقال تعالى لموسى عليه السلام فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها. نسأل الله أن يحفظنا وإياكم بحفظه وأن يكلنا وإياكم برحمته، اللهم آمين. هذا وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين وسبحان الله وما أنا من المشركين